نرحب بضيفتنا بالاستديو روان الخاروف، باحثه ودارسه في علم الانياغرام. حياك الله في مساء الامارات. يسعد مساكم. مساك الله بالخير، نورتينا. طبعا العلم من ممكن يكون جديد على مسامعنا، يعني انا وعبير كنت جديد. انا صراحه اول مره اسمع عنه. نعم، فنبي نعرف شو هذا العلم، شو الشخصيات، كيف نقدر نخبرهم سريعا. اول شيء خلينا نعرف شو هو الانياغرام. الانياغرام مقسوم لكلمه من شقين، انيا اللي هو رقم 9 وجرام اللي هو الشكل. سو الشكل التساعي. جميل. هو بيقسم الشخصيات لتسع انماط. كل ثلاثه مجموعين بكاتيجوري معين. الانياغرام ببساطه هو كانه طريق الرجوع لإلك، مرايتك بس من جوا. كيف تعرف حالك من جوا؟ على أساس تقدر تطور حالك ونقاط الضعف نحافظ عليها نطلع فيها لفوق، نقاط القوة نحافظ عليها نطلع فيها لفوق، ونقاط الضعف نحاول نلغيها أو نطورها بالضبط ونستبدلها بنقاط قوة. نعم، باختصار يعني كيف تكتشف ذاتك أكثر. بالضبط. جميل. إنزين، شو أنواع الشخصيات اللي ذكرها البرنامج؟ في 9 أنواع من الشخصيات، صح؟ بالضبط. شو هاي 9 شخصيات؟ هلأ رح نبلش فيهم واحدة واحدة. رح نبدأ بكاتيجوري كاتيجوري على أساس ما نضيع الناس. ممتاز. أول 3 مجموعات بندرجوا تحت الأنجر اللي هو الغضب أو بيحركهم مشاعر الغضب. بنبدأ بالتايب 8 اللي بسموه الليدر، كنترولر، بروتكتر. هاي الشخصية الشخصية المسيطرة، ما بتحب حدا يسيطر عليها. أكثر إشي بخوفها إنه حدا يسيطر عليها. صح. بس بنفس الوقت قلبهم كتير طيب. بنسميهم مارشميلو هارت. يا سلام. كتير طيبين بس ما بحبوا حدا يسيطر عليهم. هذا هو أكثر شيء بخوفهم. ما بحبوا يشوفوا حدا ضعيف قدامهم. أكثر شيء بتضايق منه إنه حدا ضعيف قدامه. فبتحسوا دائما لا، بدك تكون أقوى، بدك تكون أحسن، بدك تتطور، بدك كذا. عصبيته طبعا للخارج، فبيبين مرات عدواني. هلا احنا بنحكي بشكل يعني يمكن هالشخصيات اللي اذا تتفق وياي ثامر، هالشخصيات اذا داوموا في مكان ما يكملون، لانه ما يحبون ان حد يسيطر عليهم. يبقى يكون هو المسيطر في بالضبط الموضوع. هم بيكملوا لما يكونوا هم الليدرز. مدير المدراء ولا رئيس فريق. وعلى فكرة وبوصلوا بسرعة ليصيروا مدراء. يوصل لهدفه. الأنواع الثانية. النوع الثاني اللي هو تايب 9 اللي بنسميه البيس ميكر. هذا الغضب عنده دبل، لجوا ولبرا. بحب الناس كتير. بحب بس ببعد كتير. ليش بنسميه بيس ميكر؟ لانه بحبش المشاكل. اي مشكله جنبه هو بياخذ زاويه، ما دخلني، ما تشاركوني فيها. انا بحب اكون انسان مسالم واحط السلام وازرع السلام. صديق مثالي. طيبين كتير، قلبهم كتير طيب. بيتجنب المواجهات، عندهم افكار كتير حلوه، بس لازم شوي يبلشوا، يعني اذا بنعطيهم نصيحه انه يواجهوا. جميل. عشان الحياة بدها مواجهة. جميل. شخصيات ثانية اللي وراها تايب نمبر 1 اللي بنسميه المصلح. بنسميه اللي حياته بتحكمه الصح والغلط. يا يمين يا يسار. هاي الشخصية واضح، نقدر نقول كتير واضح. بس عنده مشكلة كتير بجلد ذاته، يعني بقسى كتير على حاله. غضبه لجوه، فبتلاقيه دايما بياكل بحاله، ممكن بشد عسنانه. لازم مثلا، ليش هاي محطوطة هيك؟ لازم تكون هيك. بتلاقي خزانته مثلا مرتبة القمصان حسب الألوان. كتير. أنا مش مرتبها، مش أنا. إنزين. نحن نتريى تقولين عسى بنعرف أنا وثامر. بس أيش يعني؟ أنا عم بحكي بشكل عام إنه عشان كل واحد يحاول يحذر من شخصيته. اللي بعدها. هلا خلصنا اول كاتيجوري اللي هي اللي بيحكمها الانجر، بنسميها الجت تايب. هلا ننتقل للثلاثه الثانيين، بنسميهم الهارت تايب. هدول بتحكم فيهم مشاعر. المشاعر العاطفيه كتير. العاطفيه بالضبط. بتحكم فيهم الحزن اكثر. هنبدا ب تايب 2. حزنهم للخارج. تايب 2 عباره عن انسان حنون كثير، كريم كثير، صديق جدا. بنسميه الكينجز ميكرز أو الرجل الثاني. هم اللي بيكونوا وراء الحدا وبتفشوا عشان صانع الشخصيات، عشان هو يظهر وهو يطلع.
كثير يعني بيعمل اي شيء بالدنيا مقابل حصوله على الحب، الحب عنده بحياته شيء كثير مهم. بس اسمحوا لي يمكن شخصيتي هلا بنشوف تصنع النجوم بتصنع النجوم بس اسمحوا لي اوجه تحيه لتايب 2 كثير عزيز علي، هي مدربتي وماي كوتش ماي ترينر سيده صافي والله ونعم يعطيها العافيه. ننتقل لتايب 3 بنسميه الاتشيفرز، هدول المنجزين. الحزن عندهم دبل، فقد ما هو الحزن عندهم دبل بتلاقوه بفش قلبه بالشغل. عنده 10 مهمات لازم أخلصهم كلهم، بيجهد حاله كتير، بتحمل مسؤولية أوفر. شكلك أنت المخرج يقول تعبير المخرج مصمم يقول لي أنا شخصيتي لا مو شخصيتي اسمع أنت بتحكي أنت هيك على التعبير وجهك إنه يمكن يمكن لا بخافوا كتير من الفشل عندهم الأكتر شيء لا ما مو بشخصيتي الحمد لله مش أنت عادي يعني أنا يلا يعني كل واحد يشترد حلو ما بيحبوا يفشلوا إيش كمان كمان ما بيحبوا ياخذوا اجازات عشان هم دائما بيحبوا ينجزوا انا احب الاجازات بحب الاجازات ما تقدر تاخذها بس ما اقدر اخذها ننتقل لاخر شخصيه بهذا الكاتيجوري المشاعر اللي هي تايب 4 هدول مشاعرهم لجوا فهدول بنسميهم احنا كيف تخطيط القلب طالع نازل طالع نازل متقلبين كثير متقلبين دراما كوين كتير بيسيطر عليهم الحزن بتحسهم دائماً عيونهم دمعة كإيش كمان عيونك ليش تلمع نقدر نقول عيوني أنا بتلمع ما بتلمع شكلك كنّا بس أنا مش ناس مبدعين جداً ناس بس عندهم مشكلة إنه بالهوية تبعتهم إنه وين أنا لازم أكون؟ شو أنا لازم ما يعرف يحدد أهدافه ما يعرف شو بياخد وقت لعبين ما يحدد هويته فشوي شوي بتعبوا بس هم ناس من جوا يعني طيبين مسالمين ناس رائعين صراحة زين شو فوايد هذا العلم يعني الحين إذا جات شخص وقال لك مثلا أنت حللتي وعطيتيه الشخصية مالته شو بيستفيد هو؟ بيستفيد إنه بيعرف نقاط الضعف اللي فيه فبالتالي بنقدر نعالج له إياها ويصير يحاول إنه هو يتخطاها ويطلع ل ليفل أعلى بيصير يتواصل مع الناس بشكل أحلى بيصير عنده سعة قلبية بس تفهمي التايب تبعك أنت وتحلليه صح بتصيري أنت كتير رئيفة بحالك بتصيري تحبي حالك أكتر فإذا حبيتي حالك أكتر هتصيري أوتوماتيكلي تحبي غيرك وبس تعرفي باقي الشخصيات وتحلل وتدرسيهم أكتر بتصير معاكي مفاتيحهم سو بتقدري تدخلي على أي حدا بكل سهولة الشخصية إذا مثلاً هو عنده فعلاً نقطة ضعف أو صادف مشكلة معينة إذا هو من النوع اللي يتجاهل أو ما يعطي المشكلة أكبر من حجمها ما يركز فيها هذا أي من الشخصيات تسأل نفسها هي هلأ الشخص اللي يتجاهل ما يعطي المشكلة أكبر من حجمها ما يركز فيها أنا ليش هذا قال لي هالكلمة وليش هو كبر لي يحاول إنه ممكن يتجاهل. يكون تايب 9 لأنه تايب 9 اللي هي البيس ميكرز لأنه بيبعدوا كتير عن المشاكل وأي شيء بنقالهم بنحكالهم بياخدوه بحسن نية وبياخدوه إنه لا مش قصده هيك هو قصده إشي تاني فيا ممكن يكون تايب 9 ممكن نكمل باقي الشخصيات عشان لسه نعرف أكتر إذا بدك تسأل تفضل لا أنا بس عشان أعرف الشخصيات الثلاثة الباقية آخر ثلاثة اللي مسميهم المايند تايب هدول العقلانيين متفتحين بنقدر نقول عقلانيين بالضبط بيفكروا بعقلهم رح نبدأ بتايب 5 هو بفك هو يعني قد ما هو عقلاني يعني بيواجه العالم كله بمعلوماته عنده معلومات مش عادية حتى بيشوف حاله على كل الناس ليه مش تكبرا لا بس لأنه فاهم بالضبط أنا فاهم أكتر أنا دارس أكتر أنا بعرف أكتر وأكتر شيء بخوفه إنه ما يكون دارس وما يكون عارف وما يكون فاهم لدرجة مرات بنسميهم الكيف مان مكتبه مكتبته وراءه أشياءه بعدين كتير بيحافظوا على طاقتهم يعني مثلا لو سمحت تجيب لي كاسة المي من هون لا ما جميل ما الشخصية اللي بعدها يعني قصدك ما يحب حد يأمر عليه مثلا لا مش ما حد ما بحب يستهلك طاقته بأي شيء أيوة. كسول يعني الشخصية اللي بعدها الشخصية اللي بعدها تايب 6
بنسميه اللويالتي، كثير مخلصين بس بيسيطر عليهم دبل القلق ودبل الخوف ودبل الحزن، فهم شويه متشائمين شويه بيجوا يعني هيك عندهم شوية تردد بالضبط، عندهم خوف، عندهم بشكوا حتى يعني ممكن يشك بحاله قد ما عندهم قلق وعندهم حيرة ممكن يشك بنفسه. يعني مثلا هدول الناس من الشخصيات اللي مثلا ممكن معقول أنا سكرت باب البيت ولا لا؟ تسكره بترجع موبايلي بشنتتي ولا نسيته على الطاولة؟ مفتاح البيت وين يعني عرفتي بضل يا ليتني كذا هدول أكثر حدا بتحب يحبوا الشرطة على فكرة لأنه بتحسسهم بالأمن. طيب الشخصية الأخيرة؟ آخر شخصية هي شخصية نمبر 7، هاي أنا بالنسبة إلي يعني أحلى شخصية بالإنياجرام. ليه؟ لأنه كتير شخصية بتحب الحياة، مرحة جدا، بنسميهم عايشين باللالا لاند، ما لهم دخل بإشي. خلصنا صراحة أنا أشوف نحن ماخذين من كل شيء شيء مجموعة إنسان قالت من أنت مجموعة إنسان إحنا منهم كلهم ولا واحدة منهم بنفس الوقت يعني من كل شيء تأخذين صفر لازم كل مجموعة نعم صحيح يعطيك العافية صراحة استمتعنا بتحاليل الشخصيات إن شاء الله تكونوا استفدتوا وهيك وعطينا نبذة شوي عن علم الإنياجرام وانبسطت كثير بدقائي معكم. شكرا لك روان على هذه المعلومات الجميلة، علم جدا مهم، الواحد يعرف يتعامل مع الناس كيف انه يقدر يحلل شخصيتهم ويعرف كيف انه ياخذ مفاتيحهم. خلينا نقول ياخذ مفاتيح التعامل مع الناس، فانا الحين بتعلم اكثر عشان اخذ المفاتيح. طبعا كانت معنا روان الخاروف باحثة ودارسة في علم الانياجرام، شكرا لك على تواجدك معنا. شكرا لك، يعطيك العافية.